مرحبا، اليوم رح نتكلم على منصات التواصل الاجتماعي ونبدأ بمنصة وأكبر منصة هي منصة الفيسبوك. منصة الفيسبوك حاليا إذا اعتبرناها دولة من حيث المستخدمين نعتبرهم مواطنين لدولة معينة، الفيسبوك رح يكون أكبر دولة في العالم، فوصلوا هلأ ل 2 مليار مستخدم على الفيسبوك، وهذا يعتبر أكبر من الصين وأكبر من الهند. ومنصة الفيسبوك عاملة زي الحوت الأزرق، تأكل كل إشي قدامها، كل ما بيطلع تطبيق جديد بحاولوا يشتروه، إذا ما رضيوا بيطلعوا خاصية جديدة عشان تنافس هذا التطبيق الجديد. ففي قصص كتير، اشتروا مثلا تطبيق جوالا بالبدايات عشان كان بينافس الفورث كوير، واشتروا جوالا سكروا الستارت اب وحكوا للمؤسسين تبع التطبيق انه تعال افتح لنا خاصية تشيك ان بالفيسبوك. وبعدين بعد فترة ب 2014 طلعت بعض المقالات انه في فئة عمرية، فئة المراهقة، عم بيهربوا بهاجروا من الفيسبوك الى منصة جديدة اسمها الانستغرام. ليش؟ لانه صار الفيسبوك منطقة غير آمنة لهم، صار اهلهم موجودين هناك ومدرسينهم وجيرانهم. فالفيسبوك شو رح سوى؟ راح استحوذ على منصة الانستغرام، بس هالمرة ما سكرها، بالعكس دعمها اكتر وخلق خاصية الإعلانات المدفوعة فيها. كمان بعد فترة صار في الفيسبوك أخذ معلومات عنا، بياخذ معلومات عنا بشكل يومي، شو الاهتمامات تبعتنا، إيش الديموغرافيكس تبعونا، شو المعلومات الديموغرافيكس، بياخذ كل المعلومات هذه وبيعها للشركات لما يعملوا إعلانات مدفوعة. فصار بده معلومات أكتر، دور على تطبيق موبايل بيعرف معلومات عنا في أرض الواقع، واكتشف أن الواتساب هو من أكبر تطبيقات على الموبايل اللي عندهم المعلومات هذه، واستحوذ على الواتساب. فالفيسبوك حوت أزرق. طيب الخطأ اللي عم بصير هلأ أنه بعض الشركات والعلامات التجارية عم بيدخلوا على منصات الإعلام الاجتماعي وعم بتصرفوا مع كل منصة زي كأنها زي التانية، مش عم بيعطوا حق كل منصة لحالها، كل منصة يعتبروها دولة لحالها، فيها اللغة تبعتها، فيها الناس تبعونها، السياسة تبعتها، الحكومة تبعتها. فالفيسبوك له لغته الخاصة وله جمهوره. فنحكي عن جمهوره، مين جمهور الموجودين على الفيسبوك؟ كل الناس، كل الناس متواجدين على الفيسبوك، أنا وإنت والجيران والزملاء والأقارب والأصدقاء والأصدقاء القدامى، كل الناس متواجدين على الفيسبوك. والفيسبوك كمنصة حكينا هي منصة أولى وأكبر منصة، ولكن حسب الدولة، ففي بعض الدول العربية الفيسبوك يعتبر عندهم المنصة الأولية، وبعض الدول العربية يعتبر مش منصة أولية. فمثلا في بلاد الشام وشمال أفريقيا الفيسبوك يعتبر المنصة الأولى، ولكن في دول الخليج لا، ما بيستخدم الفيسبوك، المقيمين الموجودين في دول الخليج هم اللي بيستخدموا الفيسبوك فقط. هاي بالنسبة للجمهور مين متواجد على الفيسبوك. طيب ايش هي اللغة اللي بيحكي فيها الفيسبوك، وايش هي انواعها، شو انواع الحسابات المتواجدة على الفيسبوك؟ في عنا ثلاث انواع. في عنا الحساب الشخصي اللي هو لازم كل واحد يكون عنده حساب شخصي عشان يبدأ الانواع الاخرى، بعدين في عنا الحسابات المجموعات، وفي عنا الصفحات. فالمجموعات مقسمة الى ثلاث انواع، مجموعات العامة public، مجموعات المغلقة closed، ومجموعات السرية secret. فمجموعات العامة يعني كل واحد ممكن يلاقي المجموعة، واحد يشوف أعضائها، اثنين ويشوف المحتوى المنشور، ثلاثة. المجموعات المغلقة ممكن كل واحد يلاقي المجموعة ويشوف الأعضاء بس ما رح يشوف المنشور على المجموعة. وآخر نوع المجموعات السرية، ما رح يشوف المجموعة ولا رح تشوف مين أعضاها ولا رح تشوف المحتوى المكتوب، لأنها مجموعة سرية متاحة فقط لأعضاها اللي داخل المجموعة. هاي أنواع المجموعات الموجودة على الفيسبوك. بعدين في عنا الصفحات. هلأ ما بتقدر تسوي إعلانات مدفوعة على الحساب الشخصي وعلى المجموعات، فقط متاحة للصفحات. هاي واحد، الحساب الشخصي محدود في عدد الأصدقاء، ممكن يكون عندك أصدقاء إلى 5000 صديق فقط، ما بتقدر تزيد أكثر من هيك، ولكن ممكن تتيح
زر المتابعة لأشخاص اللي ما قدروا يكونوا أصدقاء عندك، ممكن يسووا لك متابعة. هذا بالنسبة للحساب الشخصي. الصفحات ممكن ما في عدد سقفي لعدد المعجبين، ممكن تسوي إعلانات مدفوعة على الصفحة، وفي أكثر من نوع صفحات. في صفحة للشركة على أرض الواقع، صفحة لموقع أو علامة تجارية، صفحة لشخصية عامة لمنتج أو علامة تجارية. فهاي أنواع الصفحات وهاي أنواع المجموعات وهذا الحساب الموجود على الفيسبوك. هلا خلينا نحكي عن بعض سياسات الفيسبوك. الفيسبوك في شغلة اسمها Organic Reach، الانتشار الطبيعي من غير دفع أي فلس. إيش يعني؟ يعني لو عندنا مثلا صفحة على الفيسبوك وفيها 100 معجب ونشرنا منشور على الصفحة هذه، فالسؤال هنا كم شخص رح يشوف هذا المنشور بطريقة طبيعية بدون دفع أي فلوس؟ والجواب هو 2%. وهي النسبة متغيرة، هاي النسبة بدأت بالزمانات 20% ونزلت لعشرة ونزلت لآخر شيء 2%. فإذا في عندنا منشور على صفحة الفيسبوك رح يروح المنشور هذا إلى 2% من معجبي الصفحة. ومين الـ 2%؟ أي 2% من معجبي الصفحة؟ بتوقف على معايير مختلفة. واحد منهم واللي هو أهم معيار اللي هم هدول أشخاص اتفاعلوا معك في يوم من الأيام. فكل ما بتفاعلوا معك أشخاص على صفحتك، كل ما بيكونوا هم ضمن الفئة اللي بيوصلهم المنشور تبعك بطريقة مجانية. فهلا حنحكي إحنا كيف ممكن نحل المعضلة هذه. الفيسبوك بيحكي إنه أنا سويت 2% لسبب إنه ما أزعج معجبي الصفحة أو الجمهور المتواجد على الفيسبوك. بس برضو احنا عارفين هذا بما انه هذا الكلام صحيح، ولكن في كلام تاني انه برضو الفيسبوك لازم يسوي فلوس. فهاي هي طريقة عمل الفيسبوك للبزنس تبعه، البزنس موديل تبعه، انه الصفحات تسوي اعلانات مدفوعة والفلوس تروح للفيسبوك. فاذا سألكم سؤال مين المنتج تبع الفيسبوك؟ احنا كل معلومات عنا كمستخدمين هذه بخدها الفيسبوك وبيبيعها للعلامات التجارية اللي عندهم صفحات على الفيسبوك، وهيك بيسوي الفلوس تبعته. فكيف احنا نتغلب على الموضوع هذا، على الأورجانيك ريتش، الوصول الطبيعي او الانتشار الطبيعي؟ طريقتين: استراتيجية محتوى بطريقة انه نجذب التفاعل ونزيد من نسبة التفاعل من الجمهور للمحتوى، وكل ما زاد نسبة التفاعل كل ما زاد الانتشار المجاني. هاي اول طريقة. الطريقة الثانية اللي هو الإعلان المدفوع، فمسوي حملات دعائية مدفوعة على أساس أنه نروج للمحتوى تبعنا عن طريق دفع فلوس للموضوع. فخلينا نتكلم شوية عن المحتوى. كيف هو المحتوى؟ إيش يعني المحتوى؟ من بعض الأخطاء اللي عم بشوفها أنه الشركات عم بتتواصل وبكون لها تواجد على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، ولكن تواجد تقليدي، فبنزلوا نفس الطريقة التقليدية على الصحف وعلى المجلات، ومثلا بيحكوا مثلا انه القلم هذا سعره دينارين، فهي معظم المنشورات عليه. طب هذا المنشور ما بزبط على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، فايش هي استراتيجية المحتوى اللي ممكن نحل الموضوع هذا؟ راح نقسمها لثلاث انواع. اول نوع محتوى قصصي مشوق يروي عن الفائدة من المنتج وليس المنتج. احنا مهم ان نصير نحكي عن ليش هذا القلم مفيد، ايش الفائدة منه، ومن هون بناخد القصص هذه ونبني عليها قصص عنا ومنشورات على الفيسبوك، نطلعها بطريقة طريقة نص، منشور نصي او منشور صورة او فيديو وغيره. فمثلا ممكن احكي مثلا انه فائدة القلم هذا انه صنع بطريقة انها تكون مريحة لليد عند الكتابة، مثلا هذه فائدة. أو ممكن أحكي مثلا الحبر المستخدم في هذا القلم لا يحتوي على أي مواد ضارة، فمثلا هذه فائدة. بأخذ القصتين هدول الفائدتين وببني عليهم قصص، ممكن أسوي أنيميشن، ممكن أسوي صورة، ممكن أسوي أي شغلة. فهنا أول نوع محتوى، المحتوى عن الفائدة من المنتج. ثاني نوع محتوى اللي هو عن قطاع العمل. فمثلا إذا أنا بس بدي أحكي عن المنتج وفائدته، معناته الجمهور ما راح يزور، ما عنده سبب يتفاعل معي أو يزور صفحتي إلا لما يحتاج المنتج، والاحتياج هذا بيجي يمكن مرة بالسنة أو مرة بالعمر أو يمكن ما يجي.
فكيف أنا أخليه وأجذبه للتفاعل على صفحتي؟ في طريقة حلوة إنه أنا أكون ملم بكل مصادر غنية في قطاع عملي، أسوي بحث عنها وأرصدها وأحطها وأقرأ كل مقالة جديدة عم تنزل بشكل يومي، وأخذ منها الفائدة منها والزبدة بأخذها، وبطلع معلومة معلومتين وبحطها عندي بنزلها. فإذا أنا كصفحة علامة تجارية ملم بكل أو مواكب بكل ما هو جديد في قطاع العمل وعم بنزل المعلومات بشكل يومي، فأنا صرت قائد فكر في مجال عملي، وهنا بصير الناس يجي عندك لأنك أنت عندك معلومة جديدة، فبصير سبب قوي جدا لزيارة الصفحة والتفاعل عليها. وآخر نوع محتوى اللي هو محتوى الاجتماعي. إيش هو المحتوى الاجتماعي؟ اللي هو التحية، السؤال، المقولة أو الحكمة، املأ الفراغ، من القائل، مقابلة، مسابقة. وهذا المحتوى الاجتماعي هو، لأن احنا متواجدين على منصات اجتماعية، هذا هو المحتوى اللي بيزيد من التفاعل بشكل كبير جدا، ولازم يكون موجود ضمن استراتيجية المحتوى لكل علامة تجارية. فهل صار في عنا ثلاث أنواع من المحتوى؟ محتوى المنتج وقطاع العمل والمحتوى الاجتماعي. من طريقة عمل هذه الاستراتيجية بيزيد التفاعل على الصفحة، وكل ما زاد التفاعل كل ما زاد الانتشار المجاني، وهي أول طريقة للتغلب على الأورجانيك ريتش اللي هو الانتشار الطبيعي. ثاني طريقة اللي هو الإعلانات المدفوعة. فإحنا ممكن نسوي إعلانات مدفوعة على صفحتنا. خلينا نحكي عن مسميين. أول مسمى اسمه CPC اللي هو Cost Per Click، واللي هو الثمن الضغط على الإعلان. فكل ما ضغط شخص على الإعلان كل ما الفيسبوك أخذ مني ثمن الكليك هذه. والنوع الثاني CPM اللي هو ثمن الظهور كل 1000 مرة. فكل ما ظهر الإعلان 1000 مرة الفيسبوك يأخذ مني ثمن الظهور. فصار في نوعين، إيش الفرق بينهم؟ هنحكي هلأ وكيف كل واحدة تفيدها. فالفرق بينهم إنه CPC لما بدي الناس يكبسوا عليها راح يوديهم على صفحتي، فبستخدمها عشان أبعث الناس على وأوجههم لصفحتنا على الفيسبوك، ومن هناك يعملوا إعجاب بالصفحة. والCPM لا، أنا بستخدم CPM بس لما بدي أنشر رسالة معينة بدون ما أبعثهم أي مكان آخر. فمثلا بدي أحكي إنه سيارة موديل 2018 الآن متواجدة في الشوروم عندنا بالشركة، هذا ببعته CPM، إنه بكتب هون بحط شكل السيارة وبكتب 2018 الآن موجودة بالشوروم عندنا، ببعتها CPM وبنشرها على أكبر قدر ممكن. ولكن إذا بدي أبعث ناس عشان أزيد من عدد معجبي الصفحة فبختار CPC. هلا هون صار في شغلة اسمها برضو مصطلح ثالث، في شغلة اسمها conversion rate، يعني تحويل، يعني أنا حولت زائر إلى معجب. فكيف بدي أعرف أنا لما الناس يكبسوا على الإعلان والفيسبوك يأخذ مني فلوس بس مش كلهم إجوا على الصفحة وسووا لايك للصفحة أو إعجاب للصفحة؟ بعضهم. طيب إيش هي نسبة التحويل؟ إيش هو conversion rate الصحيح للحملة الدعائية هذه؟ فبحكي لك إذا الconversion rate كان 50% معناته وأعلى معناته الحملة صحية. إيش يعني؟ يعني إذا 100 شخص كبس على الإعلان و100 شخص زار الصفحة و50 منهم فقط سوى إعجاب للصفحة، معناته الحملة صحية وما في عليها أي غبار. ولكن إذا كانت أقل معناته لا، في شغلة غلط. وإذا كانت أكثر معناته كل الموضوع تمام والحملة ممتازة. ومن هون حكينا عن إحنا هلأ طريقتين، استراتيجية المحتوى والحملة الإعلانية المدفوعة على الفيسبوك للتغلب على الانتشار الطبيعي. شكراً كثير.